بكم إلى موجز أخبار الآن. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشهور قرار أعدته الولايات المتحدة يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية السادسة، ومع دعم الصين وروسيا نال قرار مجلس الأمن الذي يفرض منعاً على صادرات النسيج الكورية الشمالية وقيوداً على شحنات المنتجات النفطية المتوجهة إلى هذا البلد النووي 15 صوتاً بإجماع كامل أعضائه. تعتزم وزارة الخارجية في بيرو طرد سفير كوريا الشمالية احتجاجاً على انتهاكاتها المتكررة والصارخة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورفضها إنهاء برنامجها النووي. وأضافت الوزارة في بيان أنها أمهلت السفير كيم هاك تشول 5 أيام لمغادرة البلاد. يجتمع مجلس الأمن الدولي غداً لمناقشة العنف في بورما الذي أدى لفرار أكثر من 300,000 شخص من أقلية روهينجا المسلمة إلى بنغلاديش المجاورة، وطلبت بريطانيا والسويد الاجتماع العاجل مع تزايد القلق الدولي حيال تصاعد العنف في إقليم راخين في غرب بورما. صوت النواب البريطانيون لصالح مشروع قانون إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لاستراتيجية بريكسيت الحكومية، وأيد القانون 326 نائبا مقابل 290، وسيقوم النواب بإجراء بعض النقاشات من أجل مزيد من التدقيق. أعلن القيادي في قوات الحشد الشعبي جبار المعموري في التصريح أن طائرات مسيرة قصفت رتلاً لتنظيم داعش قرب قضاء الحويجة جنوب كركوك وقتلت العديد من عناصره بينهم قيادي ضمن ما يعرف بولاية كركوك في داعش، وهي إحدى مسؤولي ديوان الجند وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي. وأضاف المعموري أن خطوط الصد الدفاعية لتنظيم داعش في محيط الحويجة تعيش فوضى وإرباكا كبيرا بسبب انهيار المعنويات وتكرار مسلسل هروب القيادات البارزة. شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني في عمان على الدور الكبير للسعودية في حل الأزمة السورية وكذلك دعمها للمحادثات التي تجري بهذا الشأن. من جهة أخرى أكدت عمان وموسكو الاثنين أنهما تتعاونان مع واشنطن للوصول إلى إقامة منطقة خفض توتر جنوب سوريا. إلى اللقاء.